الراجل بقى ابننا او اخونا الصغير اللي حضن اختنا الصغيره في جامعه طنطا. الاستاذه الدكتوره كريمه كمال بتقول كل هذه الضجه وكل هذا الذي قامت به الجامعه اللي هي جامعه طنطا تجاه الطالب والطالبه لا يعبر سوى عن مجتمع ترتع فيه الرذائل والفساد، ويريد ان يدعي الاخلاق فيهيب ضد شاب فيهب ضد شاب وفتاه لم يفعلا شيئا سوى اعلان ارتباطهما. هذا رد فعل مجتمع مريض ليس مجتمعا صحيحا وصحيا، والا لكانت رده الفعل تجاه ما جرى هي المشاركه في الفرحه بل والاحتفاء بها بصفتها علامه صحيحه على التصرف تجاه الارتباط وهو اعلاني وليس اخفاء. لا يا استاذه كريمه، ده انا بحترم حضرتك جد. اه والله، والاختلاف في المقالات لا يفسد للقراءه قضيه. هو انا حضرتك يا استاذه كريمه جبت دبدوب لا مؤاخذه جوه الجامعه يحضن دبدوب جوه الجامعه؟ انا جبتهم مثلا يحضنوا بعض يا استاذه كريمه؟ لا، ده واحد حضن واحده ولف بيها لفتين، يعني هو مش حضنها وسكت. لا، هو الولد امبارح انا شفته معزمنا وائل الابراشي كروي وهادي وبيعترف بخطأه، وده اللي انا بطالب بيه رئيس الجامعه، يعني انا بطالب رئيس الجامعه، رئيس جامعه طنطا رفقا بهذا الطالب وهذه الطالبه. خلاص بقى، كفايه اللي شافوه غلط. اه غلط، بس الولد طلع امبارح مع الابراشي وقال كلام مهم قوي، وقال انا فعلا حاجه غير اخلاقيه، الولد نفسه بيعترف. حضرتك بتقولي ان احنا مجتمع رزل ومجتمع غلس ومجتمع هبينا على الولد والبنت وبتاع، يا فندم احنا سيبنا المساله دي وصلت لكده لانه عملنا اعياد ميلاد وبقينا فيها فين الدبدوب الصغير يا كنا بنجيب لبعض الدبدوبين دول اتجوزوا بعض وجابوا الدبدوب ده. كنا بنجيب لبعض، انا ما عشتش اللحظه دي، لكن دلوقتي بيجيبوا لبعض دباديب جوه الجامعه وعيد ميلاد والواد نفس النظام ده. هو ينفع اظهر هنا؟ والواد اخويا ايه اللقطه؟ مفيش نور؟ مفيش نور، ارجع لك تاني، اطلع من فوق هنا. حكايه يا فندم انه ابص الاقي البنت جايه والولد جاي لك كده ابو العيله، ولا اروح لك في حته نور تاني ولا ايه؟ يعني الواد جاي حته بقى، خلي بال حضراتكم، وبص الاقيه يروح نايم لي على الارض كده، والبت جايه والعيال تصرخ العيله ومش عارف ايه والبلالين والبتاع. ده ليه يتعمل؟ ده ليه يتعمل اصلا؟ وليه حكايه كل واحد جاي للبنت يقوم يركع لها كده، والبت جايه والدباديب والبتاع، ويمسك ايدها ويطلع الدبله؟ هي حبكت الجامعه دي، حبكت حضرتك يعني، وتعمل لي كده والعيال تصرخ والبت جايه وتعمل كده وتحضنه وتقوم؟ لا، ما حضرتوش الحقيقه، واول مره تحضنه في جامعه المنصور. ليه؟ ولا في جامعه طنطا؟ ليه؟ فانا احنا يا استاذه كريمه انا بقدر حضرتك جدا، بس عشان احنا سيبنا الدباديب جوه الجامعه بقينا بنحضن بعض جوه الجامعه. ده مش مكان الجامعه. احضنها حتى ان شاء الله تحضنها على قهوه عزب، انا مالي؟ احضنها في الشارع، انا مالي؟ يتقبض عليك بقى يتعمل، انا مالي؟ لكن مش جوه الجامعه يا فندم. عمر الجامعه ما كانت لاعياد ميلاد ولا بتاع، ما يطلعوا يعملوها بره يا استاذ كريم. ايه المشكله؟ لكن احنا مش مجتمع مريض ابدا. واحنا اللي بيعمل مننا حاجه شر ولا حاجه بتاع ولا كلام يعملها في الدرة. ده انا اعرف ناس يا استاذه كريمه ما بيشربوش الحشيش الا في بيوتهم. وناس ايه عظماء، والله العظيم، جايب جوزه وحاططها في اسمها ايه الجوزه؟ اسمها ايه بيشربوها دلوقتي؟ شيشه، وحاططها في البيت وبيجيب حته حشيش وبيعمل هو بينه وبين نفسه ان شاء الله حتى يولع، انا مالي؟ هو جوه بيته بقى، يروح يقبضوا عليه ما يقبضوش، لكن مش معناه ان هو يروح يشرب حشيش جوه الجامعه، ولا يروح يشرب حشيش على قهوه، ولا يروح يعني في حاجات مالها دي ومال ان احنا مرضى وان احنا مش عارف ايه، وان مالهاش علاقه بان احنا مجتمع مريض. مريض في ايه يا فندم؟ مريض في ايه؟ ما احنا الاخطاء جايبانا من فوقنا لتحتنا. فارجو ناخد بالنا من المساله دي، ارجو. انا مش ضد حضرتك يا استاذه كريمه، بالعكس انا متفق مع حضرتك بعض الحاجات، لكن حكايه المجتمع مريض دي مش في كده، مش في كده والله. هم احرار، الولد والبنت حرين. ما علينا، الدبدوب ماله؟ مال الدبدوب؟ خد يا سلمى، انت هتشغلينا بالدباديب ليه؟ اهو والواد ابنهم في النص اهو، خد يا عم الدبدوب اهو اهو. خليني اخد بس فاصل
واستاذنا الاستاذ العظيم الاستاذ محمد العزبي بيتكلم النهارده في الصحافه بصفه عامه، وبكره ان شاء الله هيكلمنا عن بعض الامور. هسيبكم مع الجزء الاول، وبكره ان شاء الله يكون الجزء الثاني. كل سنه وحضراتكم طيبين بكل مناسبه كويسه، وكل سنه حضرتك سنه مشرط الاربعه. ياه الاخيره بتاعت ويدي حلوه، البق الاخير بتاع ويدي مش بطال. ماشي، نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله.